هذا قصيدة غزل على المغدي. قال ترى يا سعد مصر علومك من حصان السرع، شلهم أقل عقله واحجروا من جباه سبعه، يقولوا سبعه يضربوه من قفاه، ومحسن البمعاد وبيرق عوقه، سقى على وسع عيني ان عيني تراه يشاهد الموت في المديان والموت راه. هذا جواب المغدي. قالكم يا رسول المعلى شر الخطيسرة، بلغ بها المقدش يا حمحمة في جباه، ذكرت المهر ذي غالي معي في شراه، والجد خيل وانا خيل جيت من وراه، والمرشحة هي بخمسة قد حليل قامه ومحسن وناس ومحسن البم ورامي وبين الرمة، رجال لا حل قلبه تظل وراه نويس الجوب هذا والخطأ باربه.